تتعلم فيه بعض المهارات الأخرى بالإضافة إيش لبعض الكنترولز الجديدة. نيو بروجكت، هاي بدنا نسميه نيو بروجكت. اوكي بروح على الاي، ما بدري انا ليش الناس هون يعني بروجكتس. اوكي بدي اسميه ليست ابلكيشن، ليست ابلكيشن، بعطي اوكي. طبعا الليست كنترول بشكل عام لا تشتغل اعتمارا. الليست كنترول بشكل عام هو مخصص لعرض كولوم معين. فاهمين علي شو معنى كولوم معين؟ يعني على سبيل المثال انا عندي في الداتابيس موجودات اسماء للدول، بروح بحكي له روح جيب لي اسماء الدول من جوات الداتابيس وحط لي اياهم وين في هذه الليست، يعني قائمه، او اسماء الطلاب الصف الاول او صف تمهيدي، روح جيب لي اياهم وحط لي اياهم وين، وحط لي اياهم في البرنامج. لاحظوا هون بدي افترض انه عندي ليست هون، هاي اسمها هون عندي، هاي هي ليست بوكس. هذا انتوا لازم تدفعوا كمان ضريبة نظر. هسه طلعوا عندي هون، لا ما ظنيت انه سبب نظارة. طلعوا هون في عندي هون edit items، edit items بإمكاني هون أدخل أسماء دول، جوردن. يا هنسوي كانسل هون. الآن طلع هون بإمكانك I right click عندك هون، تروح على properties، في عندك إيش اسمه items، كليك عليها. هون بدخل أسماء الدول. تمارا خليكي معايا، تمارا بنتهاوش أنا وياك. جوردن. لا اللي قبل ما جبته بنفس الطريقة، لاحظ معي من قبل من هون هاي التاج. نفس الفكرة، شفت كيف؟ اي جوردن يمن عراق. لاحظ عندي هون شو اللي قاعد يصير هون، انه كلهم طلعوا عندي بالطريقة هاي وصاروا عبارة عن إيش؟ كأنها لست، بختار الإشي اللي أنا بدي إياه. الآن السؤال يطرح نفسه، طيب يا عمي عن طريق البروبراتيز وعرفنا، طيب باي كود كيف بصير الحكي هذا؟ شفت كيف؟ عن طريق الخصائص وعرفنا باي كود كيف بصير. افرض، خلينا نفرض إنه أنا ما إحنا عندنا فكرة عن بالزمانات درسنا عن إيش اسمه أري، أوكي؟ افرض إنه أسماء الدول هاي موجودة في أري، هاي بدي أشطبها أنا من هون. بدنا نفترض مع بعض هذه الفرضية إنه أسماء الدول مش محطوطة في أري أو في داتابيس، بس الداتابيس لأنه لسه ماش دارسين داتابيس لذلك ما إلنا فيها. إذا هون دبل كليك بدي أعرف أري وأحط فيها متغيرات مسبقا مشان نشوف كيف بدنا نأخذ البيانات منها كما لو كانت داتابيس. إذا لاحظوا عندي هون بدي أعرف متغير string عشان أشتغل في الأري، بسوي زي هيك string مثلا AA equal، بحط ايش؟ بحط اسماء المتغيرات الموجودة فيها. اذا هاي الطريقة ايش انا سويت تعريف للأري جوردن، بهاي الطريقة سويت تعريف للأري. حاولوا تكتبوا الملاحظات هاي لانه كمان شوي بكبس عليكم ما بخليكم تطلعوا على الكود. يمن عراق. هيك انا عرفت ايش؟ عرفت الري، طلعوا فاضي هون الليست، فقط عرفت الري ومباشرة اعطيتها القيم اللي بدها تخزن فيها. طبعا انتم هون فرضيا، احنا قاعدين نفترض فرضيا انه هاي الري كما لو كانت داتابيس، لانه لسه احنا تكنيك الداتابيس ما فتنا عليه، بس تخيلوها كما لو كانت داتابيس محطوطه هون. طبعا بدي كمان بدنا نتعلم كيف
ناخذ البيانات من جوات الاري ونحطها وين؟ في الليست. طبعا مين بيحكي لي كيف بقدر اخذهم؟ هون بدي استخدم ايش؟ فور لوب. لا بدي استخدم فور لوب اول شيء يلف على كل وحده من الموجودات في الاري. اذا بدي اكتب التالي فور، اذا هاي اليوم استخدمنا الفور لوب، متذكرينه؟ اي ليس دان، اي ليس دان وشو الفور لوب؟ من وين بده يبلش يا جماعه؟ يبلش من زيرو وينهي وين؟ بالثلاثه، حسب عدد الموجودات في الاري. صح الثلاثه ما بضمها لانه ليس دان ما كتبت انا ليس دان عند ايكوال. يا يعني تقصد اي يساوي 1 ايكوال 3 صح؟ طيب افرض جدلا انه هاي الاري كان فيها 10، بضطر اكتب مره ثانيه 10، كيف اجيب انا الرقم 3 هذا؟ طول الاري دوت دوت لينك. نعم هذه لينك. اوكي واي بلس بلس جود. الان هون كل مره بسوي ايش؟ بسوي اضافه لعنصر من عناصر الاري، فقط اكتب ايش؟ انه الليست بوكس 1 دوت ايتيمز. يفترض هذا انتم عاد تذكروها، احنا لما سنا عن طريق الويزرد شو رحنا سوينا؟ رحنا على خاصيه اسمها ايتيمز مش هيك؟ وصلنا نكتب فيها. اذا من هون دوت ايتيمز فقط اعطيه دوت اد. طلعوا الحكي كله ايش؟ كله بسط، يعني بس انت تتخيل وين العمليه بدها تصير. اذا دوت اد بدي احط هنا از اوبجكت ايش؟ اسماء متغيرات اللي هي اي اي صب ايش؟ صب الاي. هسه في الحاله هاي بس انفذ، شو صار عندي؟ شو صار عندي؟ عبالي اياهم بشكل كامل. اذا شو استفدنا من هون؟ شو استفدنا من الحكي هذا؟ استفدنا تعرفنا على شيء، اختراع جديد اسمه اري. عرفنا كيف نشتغل بالفور لوب، عرفنا كيف نحط متغيرات جوات ايش؟ جوات الليست. الان سؤال يطرح نفسه، طيب انا اللي قاعد يصير معي بالضبط انه انا اذا عندي مجموعه من اسماء الطلاب هذول موجودين مثلا برنامج مدارس، بس اسوي كليك على اسم الطالب بيعطيني معلوماته. اوكي هيو انا عرفت كيف احط متغيرات في الليست. هسه عرفني كيف انا لما اسوي كليك على شيء معين يفهمه ويحط لي اياه على مين انا اسوي سلكشن. اوكي لاحظوا هون بدنا نجيب ليبل هون، الليبل هذا بدي احطه انا هون. اوكي بدي اغير على الباك كلر له او البوردر ستايل بتكفي، بدي اغير على الاوتو سايز بحيث انه يصير ايش؟ يصير دايناميك، اسحب فيه مثل ما بدي. اوكي بدي اغير على النيم اسميه ال بي ال. ليش سميته المره هاي الليبل؟ كل مره ما سميناه المكان فاليو 1 وكذا، تذكروا لانه هذا راح استخدمه بالكود. اوكي ال بي ال سيلكت نيم. اذا الكود وين لازم ينكتب؟ وين لازم اكتب كودي؟ اي ايفنت. حلو انه انا لما اختار بالليست شيء يمكن كتب تحت، اذا بسوي دبل كليك على مين؟ على الليست، على الليست نفسها. اذا هي صار عندي ليست بوكس 1 اندرسكور اللي هو الايفنت اسمه سيلكتد اندكس تشينج. متى ما صار على الاندكس عمليه تغيير اذا روح سوي لي الحركه هاي. لا 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 نو انه انا ما اسوي سيلكشن. طبعا طبيعي جدا بده يصير ايش؟ على الاندكس. بامكانك. نعم بامكانك. ما هو المشكله ما هو انت تعال، انت هسه اول شيء بدك تشتغل نظام ستاندرد. طيب انا شو بدري هذا الزلمه انه انت والله لما تحط على الماوس يروح يسوي سيلكشن؟
هو بيصير بس المشكلة الماوس بيظل مؤشر على أول، لما تسوي ماوس موف بيظل مؤشر على أول إندكس أو ما أنا ها؟ ما بتحتاج. نعم، إذا نقطة مهمة كثير إنه أنت تعرف الإيفنت كيف بدك تحطه، أوكي؟ بعدين كل شيء أصلا محاكي للواقع وما في شيء اختراع جديد. إذا LBL name.text شو يساوي؟ يساوي list box 1.selectedItem دوت ايش؟ دوت تو سترينج. حول لي يا الداتا تايب الى تو سترينج. لاحظوا عندي هون شو سوالي؟ اذا عرفتوا كيف استلمنا اكيد يا هسه ما طلعي، ما دام انا قدرت اطوله من هون من جوات الليست. هسه احنا بدنا نفترض جدلا، انه لسه احنا بدايه الدوره، بدنا نفترض جدلا انه انا بس مسكت الاسم بروح على الداتابيس بسوي كونكشن ببحث بدلالته بجيب المعلومات عن البلد هذا وبرجع ديسكريبشن بحطه في مكان اخر. وصلت الفكره كيف؟ انا بيهمني شغله واحده انه انا هيني طولته، هيني قدرت اطول الاسم موجود في الليست. هسه سؤال يطرح نفسه، اذا بدي كيف بقدر اعرف قد ايه عدد الموجودين هون؟ اذا شوي خلينا نحط هنا لا انا ما بدي الاري، الاري خلاص استخدمناه مره واحده، احتمال اضيف انا متغيرات ثانيه. اذا هذا بدي اعتبره انا LBL count بدي اجيب زر يحسب لي الكاونت قد ايه عدد الايتيمز الموجودات. مين بيخترع مين؟ بي تي ام تانك. مين فكر لي شو فكرك وشو بده يصير؟ خالد سولف يا خالد، سولف اي سؤال. لما احنا ضفنا متغير طلع لي، لما ضفنا متغير سوينا ليست بوكس 1.items.add رحنا على items عشان جبنا add. ها جود يس. إذن هنا فهمتوا القضية وين؟ أنا من هون بدي اياك تفكروا إنه أنا بدي عدد العناصر، إذن طبيعي جدا list box 1.items هسا عددهم count خلاص. انتهت المشكلة. ها وين هي زر؟ انا سويت زر هنا، اي زر هون هي، وهون عندي انا ليبل اسمه LBL count. فقط دبكك على هذا بحكي له LBL count dot text مثل ما حكت تمارا يساوي list box 1.items dot count. count عشان count هو رقم بحط dot to string. خالد اوكي الوضع، بدي اياكم تندمجوا مضبوط مع اللغة، تفهموا الزلمة اللي عامل اللغة كيف مصممها. بعدين كله object oriented. طلعوا هسا عندي ثلاثة count، هي كتب لي ايش هنا؟ ثلاثة. اللي انا اخترته يعطيني شو ترتيبه. جود، سؤال كثير ممتاز. لا بدي مخ متحرك يا خالد، هذا مسجل لا تشغل بالك. مشان اذا تمارا سالت سؤال تحكي انه افرض انه انا يس